يعطيك العافية. أهلين أستاذ مخلص. تعرفي يا رزان، نحن لازم نعمل ترتيبة جديدة بالمكتب. أي كيف؟ يعني نحن لازم نجيب موظفين جدد، لأنه احتمال كتير كبير نستلم مشروع كبير، بس بشرط. تفضل. أنت رح تديري معي المشروع. ما عم قلك انت رح تستلمي القصه كلياتها، ورح اجيب لك كادر كتير كبير. اوكي حاضر استاذ. ماشي، انا رح اروح هلا، انت بتفوتي بتقعدي عندي بالمكتب. مطول استاذ؟ لا لا ماني مطول، المهم ما تروحي قبل ما ارجع. اكيد.